السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في تلفزيون الكويت وعبر الرياضية دائما نرحب بكم في برنامج قصة إنجاز هذا البرنامج الذي لطالما يصور الضوء على المنجزين ورياضتهم وأيضا المجال الذي يعملون فيه لذلك ضيف اليوم حالة استثنائية يمكن يعتبره من أوائل الأشخاص الذين دخلوا في هذا المجال مجال وكالة اللاعبين والعقود مع اللاعبين وابرز هذه المواضيع اللي راح نتحدث عنها والقوانين في هذه المهمه والكثير من التفاصيل ولكن في البدايه دعوني ارحب في احمد الشكناني وكيل اللاعبين لجميع الرياضات حياك الله كابتن احمد الله يعطيك الصحه وسعداء ويانا انا اسعد ومشكور على الاضافه وجاوب لما تحدث يعني اليوم عن وكاله اللاعبين اكيد احنا نتحدث عن قوانين وبنود وايضا تفاصيل اكثر ما بين الوكيل وما بين اللاعب وهذه الامور يمكن تشد كثير من اللاعبين وكثير من الرياضيين لذلك راح تسمع معك تفاصيل اكثر عن هذه الامور وتفاصيل اكثر عن البنود اللي تضعها انت كوكيل اللاعبين وايضا كوكلاء اخرى من ناحيه المستوى العالم كل تفاصيل هذه لكن في تقرير تم تجهيزه من قبل فريق الاعداد شو هذا التقرير اللي عنك ومن ثم لنا عوده ان شاء الله ان شاء الله الكرام تقرير ومن ثم لنا عوده خلكم ويانا يعني احمد جابر اشكناني هو وكيل لاعبين كويتي بارز في مجال الرياضه حيث يعتبر من الشخصيات المؤثره في الساحه الرياضيه الكويتيه يشتهر باداره شؤون عدد من اللاعبين البارزين في مختلف الرياضات وتقديم الاستشارات لهم في الجوانب التعاقديه والتسويقيه عمل أشكناني على تمثيل مجموعة متنوعة من الرياضيين، حيث يركز على تأمين أفضل الفرص لهم سواء داخل الكويت أو خارجها، يتمتع بمهارات تفاوضية قوية وعلاقات واسعة مع الأندية والاتحادات الرياضية، مما ساعده في تحقيق الصفقات الناجحة للاعبين. بالإضافة إلى ذلك يعرف أحمد بمتابعته المستمرة لمستجدات الساحة الرياضية، مما يساعده على تقديم نصائح مبنية على المعرفة العميقة والتحليل الدقيق للسوق الرياضي المحلي والعربي وذلك يعكس عمله الاحترافي والتزامه بمصالح لاعبيه واصبح له مكانه مرموقه في الوسط الرياضي يمثل دوره كوكيل لاعبين حلقه وصل حيويه بين الرياضيين والانديه ويعمل على ضمان حقوق اللاعبين وتحقيق تطلعاتهم المهنيه في اطار من النزاهه والشفافيه والتطور الرياضي. عوده مره اخرى مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير ومره اخرى رحب فيه ابو جابر حياك الله يا كابتن احمد الله يحييك ويخليك وسعداء بتواجدك ويانا مثل ما ذكرنا يمكن قبل هذا الفاصل وكيل اللاعبين وهذه المهمه اللي دائما ما تكون صعبه على اللاعب وايضا على الوكيل لذلك قبل ان انطلق معك في هذا الامر وفي هذا الحديث انت كنت سابقا لاعب اكيد وكنت مدرب نعم ومشرف نعم اداري نعم ما شاء الله مريت على مراحل عديده أكيد. Okay. بتكلم في البدايه عن مشوارك وبدايتك في هذه الرياضه رياضه كره القدم واللي خلتك تتوجه لتكون ايضا وكيل للاعبين <applause> انا اساسا ما كنت لاعب كره قدم ولا كنت مدرب انا كنت لاعب كره يد نعم بنادي كاظمه قبلها الالعاب القتاليه والسباحه مثل اي ولي امر بدايته <applause> لازم يعني لعبه قتاليه يعلم ولده اللي هو الامور التنافسيه باللعبات القتاليه وكذلك اللي هو السباحه ك شيء اساسي يعني انه يتعلم الانسان وبعدها بالمدرسه حالي حال اي يعني طالب منو منو العسماوي اللي يلعب بيد اليسار انا وخذوني نادي كاظم لعبت تقريبا سبع سنوات انا واخوي ولما سن ال 18 تدري ظروف الدراسه ومتنت و يعني نسينا الرياضه بشكل كامل. نسينا هذه هذه نقطه مهمه. طبعا متنت لما كان كان في اهمال بالنسبه لي انا كنت يعني حتى لما كنت بنادي كان ما كنت اني امتن وضعف امتن وضعف, أمتن وضعف حارس كره يد يعني يملي الجول. صحيح. أه بجسمه مثل ما يقولون. أه بعدها بعد ما تخرجت على طول بالصدفه صرت اداري يعني بنادي العربي كنت احضر حق ربعي كره قدم الصالة وصرت اداري واستمريت من سنه 2014 لسنه 2020 كرت قدم الصالات كرت قدم صالات سنه واحده بعدها قدم عشبي من 2000 تقريبا 15 ل 2020 قدم <applause> بالقدم العشبي يعني مسكت اداري ترحلت من اداري لمدير الفرق لمساعد مدير القطاع مسكت المراحل كلها بنادي العربي وبنينا جيل الامانه مع الاساتذه الموجودين ممتاز في السابق نعم يعني وهذه يعني ما شاء الله تعطيتني يعني مسيره على عجاله يعني على وهذا جميل يعني كابتن احمد يعني يمكن هذه المرحله اللي تمرت فيها من كونك لاعب الى كونك اداري الى ايضا مشرف على الأمر هذا كله ما يعطيك فكرة بأن والله الرياضة أيضا لها جمالها وروعتها في أن تكون والله إداري صح تبتعد مثلا عن الأمور اللي أنت تشوف أنها ممكن تكون صعبة من ناحية كلاعب أو كمدرب شوف اللي ليش المجال الرياضي راح يبتعد عن ربعه عن أهله عن وايد أمور كون أنه راح يكون في معسكرات خارجية كون أنه راح يكون مشغول بالتمارين والتدريبات يعني يمكن انت تشوف ان حصه تدريبيه ساعه ونص فقط هي موش ساعه ونص هي تفكير قبل المباراه بعد المباراه هذا بالنسبه للاعب للاداره للمدرب ترى كلهم نفس الوضع راح يكون يعني وانا بحزتها يعني كنت من الاداريين بسنه واحده ما امسك فريق واحد ولا امسك هذا كنت بنادي العربي اكون مسؤول عن تحت 13 سنه على سبيل المثال بنفس السنه امسك منتخب تحت 13 سنه بنفس السنه امسك منتخبات الجامعيه لان كنت طالب بالتطبيق وانا اساسا معلم استاذ في في احد ثانويات الكويت ف وانا كنت طالب بالتطبيقي كان محاضري بالاتحاد الله بالخير الدكتور حسين المشيمي فقال لي انت طالب عندي بالتطبيقي لا كابتن انت راح تكون اداري عندي بالتطبيقي فكنت بسنه واحده يمكن امسك اربع مناصب اداريه بسنه واحده وبسنه واحده كنت اخذ بطولات فيهم طيب هذا هذا شلون يتم التنسيق شلون يتم يعني انت ما شاء الله انت هني تضحي بكثير يعني صح يعني القعده مع الاهل، القعده مع الربع، الطلعات، الوناسه، يعني هذه فيها تضحيات يعني. اكيد. ما شاء الله شلون تنظم الوقت؟ انا ضحيت قلت لك بوايد مثل ما قلت لك اني ضحيت بزوارات اهلي مرات يعني مثلا يوم الجمعه تحت 13 سنه كل مبارياتنا يوم الجمعه الساعه 4 العصر. الزواره متى؟ ثنتين ما يمديك انت لازم قبلها بساعتين اصلا الملعب احمد وين؟ ما تقعد بالزواره ما تقعد مو موجود مو موجود بالزواره جاب جاب النادي هذا واحنا مع الاسف يعني يعني الاداريين اخواننا الاداريين بكل الانديه كلهم مظلومين كلهم ما في واحد يمكن مستانس او ماخذ وضعه ولا كيت كيت رواتبنا رواتب الاداريين اعلى راتب 200 دينار شنو 200 دينار يعني مم. على الشغل اللي قاعد يسوونه على مدار الساعه تواصل مع اولياء أمور تواصل مع اللاعبين وعمل اداري عمل عمل يعني, يعني خليت نحل يعني هذا جهد. جهد, جهد جهد وايد كبير بس برواتب قليله طيب انت بعد ما انتهيت من عالم الاداره <applause> قررت انك تذهب الى وكاله اللاعبين، لذلك ابي ابدا معك في بداياتك. شلون دخلت كوكيل لاعب؟ شلون انطلقت في هذا الامر؟ انا اول ما يعني اخر سنه لي اداريا بالمنتخب ونادى العربي سنه 2020. فالسنه هذه سنه الكورونا مثل ما كنتوا عارفين، السنه هذه عانينا كلنا ان احنا وقفت الرياضه عندنا بالكويت سنه 2019 2020 بالسنه هذه. فطلعت لي فكره بالبيت كله قاعدين وحاضر انا ودي اصير وكيل لاعبين وقبل وانا كنت اداري رابع يعني المدربين ايش كان يصير وكيل لاعبين ليش ما تصير وكيل لاعب قلت لهم شنو وكيل لاعبين؟ ما اعرف الشغله هاي نهائيا خلوني اداري مستانس واموري طيبه وكل شيء تمام. تقول له انت افضل شيء فيك ان انت تكتشف مواهب يعني عادي انت بالسياره تشوف واحد يلعب بالشارع تعال عطني رقم ولي امرك خلي ادخلك نادي وكنت ادخل لاعبين نادي العربي وايد وانا معلم فعلاقاتي مع المعلمين وايد اكلم رابع مدرسين بدنية اي لاعب زين عطني رقمه ادخلهم نادي مو بس العربي كنت ادخل جميع الرياضات جميع اللعبات يد دخل سله طائره يمكن في ناس اللي تتابعني الحين تدري ان احمد اشكاني هو اللي دخل النادي فكنت كشاف مواهب انه يدخل لاعب فشغله وكيل لاعب خطير إيه انت الجوكر <applause> انت <تصفيق> <مثل>. انت <applause> المفروض ياخذونك اسبانيا تروح تروح للدوري الانجليزي انا هذه هوايتي ان انا اكتشف موهبه لان الموهبه هذه ما راح تنساني يوم من الايام ان انا وديتها هالمكان وصار نجم انا فت الكويت وفت اللاعب وفتت الرياضه الكويتيه صحيح وممكن العالميه صحيح وزياده على هالشيء يعني يمكن لقبوني احد الاعلاميين بالكويت بدون ذكر سامي اسمه بالخفاش م. يعني قالوا لي ان انت <applause> يعني بتغريده قال لي انت مثل خفافيش الليل شو خفافيش الليل يعني لو تلاحظ يمكن حتى شركاتي وعندي اكاديميات كلها على شكل خفاش انه خلاص خذيت هاللغة تصدق الاحظه حاط لي حاط تحط صوره الخفاش <applause> كله اي كل <applause> نظام الخفاش <applause> وليش تم لقبني بالخفاش لأن سنه من سنين نودي برقان لو تلاحظ اتوقع <applause> سنه 2016 2017 بالسنين هذه اللغه <applause> بالكويت قرار من اتحاد ان تم الغاء نادي برقان فكل لاعبين يكونون حرين فكان, فكان في لاعبين عمرهم على 14 سنه شباب الخالد جابر عجاجي حاليا للحين يلعبون بالفريق الاول اللي يلعبون اتوقع الحين وصلوا فريق اول مواليد <applause> 2002 2001 2003 فكنت ابيهم اللاعبين حق نادي العربي فكلمتهم وقلت لهم ان انا ابيكم كيت 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 وهذه استمرت تدري من برقان طلعت روح نادي العربي اكيد ما راح يقول لا يعني وكان مدربهم نفسه اعلامي ف بتويتر يعني من الحين طبعا كلهم صاروا ربعي وهو كان عندي اكاديميات ما تحبني انا عندي مم. اكاديميات لان كنت ادش على اكاديميه كره القدم اقول لهم انا ابي اللاعب فلان يقول لي لا تدري في اكاديميات تبع النادي صحيح الفلاني صحيح وهذا تغذي نادي معين وانا نادي العربي هو ما يغذيني فانا اكلمه اقول له انا ابي اللاعب هذا يقول لي لا كابتن اللاعب هذا بنودي لاعب وانا احقد ليش بيودي هالنادي انا حين دخلت عليك باحترام قلت لك انا ابي هاللاعب ما تاخذه انا اعلمك اروح عند اللاعب نفسه واروح عند ولي امر اللاعب ويبى عند العقد صعب انت انت اي ممكن كنت احد بحالك كنت بالنهايه هذا الشغل طيب ابو عفيد افيد النادي والمكان اللي انا فيه. انت في دخولك في وكاله اللاعبين كان 2022 2022 في كانت 2021 2021. 2021 هني انت بعد ما شفت وكاله اللاعبين وشفت يعني إن يعني خذيت معلومات عن المكان هذا وعن المهمه هذه والمهنه هذه قررت انك تدش اكيد شلون بديت؟ بدايتي قبل لا أخذ دورات مثلا أخذ أنا قبل لا انشر ان انا وكيل لاعبين او انشر ان انا بفتح شركه لوكاله اللاعبين بدايتها دخلت دورات خارج الكويت تدري اونلاين بالكورونا كل الدورات صارت اونلاين فدشيت بالدورات ببريطانيا، دشيت دورات باسبانيا، دشيت دورات بقطر والامارات، عندي خمس دورات بس العقود الرياضيه، التسويق الرياضي، الدورات هذه بتعلم لان انا بشغلي اذا بدش بشيء يا اكون 100% زين فيه او عارف كل شيء وملم فيه يا ما ادش فيه بالاساس. ممتاز. فاستشفيت فا وايد امور حتى اتصلت على وكلاء بالكويت عندنا الله يذكره بالخير اخوي عبد الله الجاسم من ابرز الوكلاء اللي وكيل عمر السومه اللي جاب الكويت وراح السعوديه يعني قعدت وياه واتصلت فيه وتعلمت منه ابو كان في احتواء, عبد كان في احتواء, أيه احتواء نعم, و... نعم عبد الله عاشور يعني من افضل الوكلاء بالكويت الناس اللي هني تعلمت منها اشياء لما انا وايد للحين في تواصل معاهم على بند معين لان أنا كانت لاعبين بحر بحر كبير قوانينها وكتابها الكبر بس عشان تاخذ تاخذ الليسن انت كتابها المتن من الفيفا نعم فبشكل وايد يخرع مثل ما يقولون ف تواصلت حتى مع وكلاء خارج الكويت وقمت اشوف افضل وكلاء العالم كاريولا توفى يعني كان في اكثر خامينيز في وايد وكلاء وكريستيانو رونالدو وكلاء العالميين دخلت شفت سيرتهم الذاتيه شنو ابرز صفقاتهم شنو كيت كيت لما حبيت حسيت ان المكان هذا لا كنا لي يناسبك يناسبني فاعلنت ان انا وكيل اعمال ووقعوا وياي اول 25 لاعب لاعبين منتخبات اتذكر بسنتها 2020 تقريبا اول سنه. <applause> واول ضربتين كان عندي كان عندي الضربه الاولى اللي هو اللاعب عبد العزيز ناجي لاعب كان بوقته صغير بالعمر منتخب اولمبي يطلع عرض من سانتا ماديرا نادي برتغالي نادي مميز وعندي صفقه ثانيه بندر السلامه نادي الباني. يبتله وهم يعني كان في رفض من النادي لانه كان يملك عقد مع النادي العربي يعني هذا الافضل صفقتين لاعب كويتي انا حلمي ان لاعب كويتي يلعب في اوروبا انا نعم. هذا هذا حلمي وحتى الان راح التزم بهالحلم ان انا ودي لاعب كويتي يلعب في في اوروبا وبعدها يو لاعبين وايد يعني انا سنويا بالمئات يوقعون معي بجميع اللعبات يعني ما شاء الله يعني خلال مسيرتي حاليا وكيل صار لي اربع سنوات من 2020 ل 2024 ما يقارب يمكن 321 لاعب وقع معي الفترات هذه كلها. في في مختلف الرياضات ولا؟ مختلف الرياضات مختلف الرياضات، لان انا اول ما صرت وكيل كان ابي بس كره قدم، م. بس لما طلعت ترخيص من وزاره التجاره وزاره العدل وسويت الشركه، الوزير بنفسه قال طبعا الترخيص ما كان موجود، م. ما كان موجود الشغله هذه بالكويت وكيل لاعبين واداره نعم فانا بنفسي رحت وبادرت مع وزاره التجاره ان نفتح ترخيص مثل هالشيء، العالم كله مو عنده هالشيء، ليش ما احنا يكون عندنا؟ فقال لي خلاص اذا هذا انا كنت على اساس كره قال لي لا كل اللعبات قلت له اخاف تشتت قال لي كيف كل اللعبات وادارتك انت فانا وادارتي فعلا قاعد يوني لاعبين العاب قتاليه لاعبين العاب فرديه لاعبين العاب الغاليات والالعاب ممتاز جميل يعني كل اللعبات راح اتكلم معك تفاصيل اكثر اكيد في وكاله اللاعبين وفي دخولك ايضا لابرز الصفقات وايضا اللاعبين وانت ذكرت انت في مختلف الرياضات راح اتكلم ايضا على كل رياضه وابرز البنود والقوانين اللي تلم هذه الرياضات ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم لنا عوده خليكم ويانا. عوده مره اخرى مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ومره اخرى راح في الكابتن احمد الشكلاني حياك الله ابو جابر الله يسلمك ابو جابر نتحدث عن وكاله اللاعبين والدخول في هذا العالم له تحديات اليوم كوكيل اللاعبين شنو ابرز التحديات اللي تواجهك في اختيار اللاعبين اول شيء اختياري للاعبين انا عن نفسي ما احب اني انا ادخل على اللاعب اقول له حياك مثلا تعال وقع معي أه. وخلني اشوف لك نصيب مثلا كامور يعني بدايتي كنت انا من نفسي اني انا احب اقدم نفسي على اللاعب اقول له انا ودي اشتغل وياك لو أه. يكون الشيء هذا بدون مقابل بس أه. ان انا عندي فكره ببالي مثلا انا اشوفك انت تصلح حق النادي هذا واذا رحت النادي راح تبدع فيه أه. فمرات الاحساس ومرات الخبره او مرات السنين هذه اللي انت اشتغلت فيها مع اللاعبين تدري ان اللاعب اذا حطيته بهالموضع هذا بالملعب او في النادي هذا راح يمشي مع سياسه اللاعب لان في لاعب لو تقط الحين اللاعب العربي تقطع بسياسه نادي الكويت ما راح يقدر يمشي والعكس فكل لاعب له له وضعه اسلوبه يعني وايد لاعب امكانياته امكانياته راح يمشي مع النادي ولا هذا احساس وكيل بالنهايه بخبره وكيل وانا علي اني اكون ناصح بس ما احب اني انا اختار والزم اللاعب على شيء، انا دائما هذا هذا نظامي مع لاعبيني يعني. دائما اقول له انا اقترح عليك هالمكان وهالمكان وهالمكان انت تختار حتى ما أعطي حل واحد، اذا <applause> اعطيته حل واحد اني انا قاعد اقول له روح هني وخلاص. <applause> اعطيه اكثر من حل عشان هو يختار المكان الزين، وفوق كل هذا يهمني ويهم اللاعب اختيار النادي قبل ان احنا نختاره. على سبيل المثال لما يجيني لاعب مدرب يقول لي انا باللاعب الفلاني افضل من يدق علي رئيس نادي يقول لي انا ابي اللاعب الفلاني، السبب مم. لان قرار لعبه وقرار انه احتياجه للنادي مو بيد رئيس النادي بيد المدرب المدرب هو من يحدد هو من يحدد منو من من اللاعب فيني يجيني لاعب كابتن دق علي اداري الفلاني النادي الفلاني يبيني قلت له اتصال اداري مو مهم ينصدم شلون مو مهم يصال. قلت لي مو مهم اذا يبيك المدرب يتصل اذا كان مدرب محلي كويتي اذا كان مدرب اجنبي طبيعي راح يدق على رئيس نادي او اداري واشوف وجهه نظر المدرب أو وجهه نظر فيكون في دراسه كامله ومع الاسف عندنا بالكويت شغالين على طريقه المعارف رفيجي يلعب نادي فلان يدق علي قال لي ابيك رفيجك بيلعبك رفيجك هو المدرب شلون يعني دق علي لازم شيء رسمي لازم هذا مرات رابعنا شنو يسوون بعد المدرب ولا هذا دق على فلان شوف يجينا السنه الجايه ما يصير مو <applause> فنظام الشغل الحين المفروض لازم يكون احترافي لازم يكون في عن طريق وكيل اللاعب يدش الوكيل يعرض الوكيل يعرض القيمه السوقيه للاعب الوكيل يعرض عدد السنوات للتوقيع الوكيل يقرا العقد الوكيل يحد النزاع بين الناديين اذا كان في مشكله تترتب على المبالغ الماديه، المبالغ السلبيه، المكافاه اللي ما خذاها، المشكله اللي صارت له، الـ 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 الامور مم. الفنيه اذا كان في مجال انه يقدر يدش فيها كوكيل، مم. بعد اذا كان عنده علاقه مع المدرب علاقه وايد كبيره، يعني في مدربين انا اجيبهم حق الدوري الكويتي على سبيل المثال أه لما يجي مدرب انا جايبه حق الدوري الكويتي اكيد راح يقبل مني الاجابه، قانون اتحاد الدولي اصلا الفيفا قصبا على المدرب والنادي انه يرد على سؤال الوكيل، اذا كان قاعد يسال ويستفسر عن لاعب عنده وهو مو قوي <applause> سؤال فني، سؤال اداري، سؤال بالعقود، سؤال بمشكله، بالنهايه انا اللي بظهر اللاعب، انا اللي حامي <applause> واغلب مشاكلنا عندنا بالكويت، اللاعب اللي ما اخذ راتبه، اللاعب اللي عنده مشكله ما يكونون صريحين وياه، اللاعب اللي ما يبونه فنيا بس يقطونه مدرج ويقولون لا بس احنا ما نبيك فنيا، زين طلعني بروح نادي ثاني، لا ما تروح نادي ثاني، شلون؟ فوايد في مواقف في فأنت كوكيل يحتاج اللاعبين يحتاج انت تعتبر محامي. اعتبر, المحامي. أعتبر ظهر اللاعب كمحامي صحيح. محامي طيب انت ما شاء الله ذكرتني نقاط كثيره يعني وهذه يطري فيها اسئله وتساؤلات كثيره الا وهي اليوم انت كوكيل اللاعبين وتكون انت ايضا مسؤول عن لاعب دائما تواجهك مشاكل مع اللاعبين ومع النادي عاده. ابرز المشاكل اللي تواجهك في في هذه الامور وكيف يتم حل هذه الامور؟ اكثر مشاكل انا اعاني فيها مع اللاعبين المشاكل الماليه بالانديه. مم. تاخير بالرواتب 90% من الانديه لسه ممكن ناديين بس اللي ما يتاخرون باقي الانديه كلهم تاخير بالرواتب. في لاعبين يعني مو كل اللاعبين يداومون عندهم دوامات ومعاشات ثانيه، اوكي مم. في كويتيين صحيح، بس في لاعبين رزقتهم كره القدم. مم. تقطع عنه انت راتب شهر شهرين مم. ما يقدر حتى يروح مطعم ياكل. ف <applause> وشلون تبي اللاعب يرتاح نفسيا وفي لاعبين بالمنتخب الاول يعانون من هالمعاناه <applause> انا ما احب اذكر اسامي بس <applause> هذه المشاكل انا قاعد تحوشني كوكيل اعمال زين <applause> انا بدايه ما ادش قانوني مع الانديه اكلمهم راتب فلان اللاعب هذا لازم معاملة تختلف عن المعاملة الثانية هذا مثلا معلم هذا عنده دوام هذا ضابط راتبه موجود فتوضح أنت أي إذا كان في تأخير اللي عندهم وظائف راح يرتاح أموره زينة, مم 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 زينة مم مم مشكلة عطني لو تأخر علي سنة بالنهاية بتعطيني بس شكرا اما اللي اللي رزقته الكره وعلى على راتبه مال الكره تقطع عليه شهر شهرين هذا شلون يعيش؟ عنده قصات سياره عنده كيت ففي هذا اكثر شيء إن انا اعاني منه فبدايه احلها حبي مثل ما يقولون بالعام ودي مع النادي حسيت في قبول ما في قبول يحاول ينزل تدري في انديه الحين تعاني من ظروف يعني انا ما اقول ان انديه هذه تقصد ان هي ممكن تواجهها مشاكل ماليه النادي هم يواجه مشاكل ماليه صرف الهيئه مثلا الامور هذه انا ما ادخل بالأمور الماليه للانديه كثر ما اقدر ان انا بحاول احل مشكله اللاعب اني اوقف وياه بهالطريقه ثانيا في بنود من اتحاد الدولي والاتحاد المحلي ان انا خلال ارفع كتاب على النادي وان اعطوه راتبه بمعنى الكلام بالبنود خلال 15 يوم يتم الرد يا ينصرف له راتب يا يعني يتحول الموضوع الى لجنه أوضاع اللاعبين، لجنه أوضاع اللاعبين هي تسحب في القصب من النادي. ممتاز وتعطي هذه طريقه تفاوض مع العقود هذه هذه بالعقود في حال تاخر جميل، يعني انت اليوم قاعد تعطينا معلومات قانونيه واضحة من ناحية العقود وما يتم توقيعها من صحيح. البنود ما بينك وبين اللاعب وايضا ما بين اللاعب وبين النادي. راح اتكلم وياك اكثر عن اختيار اللاعبين، اكيد هناك طريقة اختيار لاعبين معينة يتم اختيار الوكيل يبحث فيها عن اللاعبين، انت كوكيل هل تتوقع مع جميع اللاعبين ولا هناك في لاعبين معينين انت تتوقع وياهم وحريص ان يكونوا موجودين معك كل وكيل له طريقته بالعمل، وانا ياني يمكن كلام نقد كبير اشكال انت قاعد توقع مع اي لاعب. امم مو انا اللي قاعد اوقع، انا باب مكتبي مفتوح. كوني إن انا الوحيد بالكويت وشغال على اللاعبين المحليين وشغال على اللاعبين المحترفين، مم. فطبيعي الكويت كلها بتجيني يعني. حتى المرات هي لاعب على سبيل المثال أه ما توفق وياي مه. اذا ما توفق وياي ما ماكو واحد ثاني ني. يعني اتمنى يكون في اثنين او ثلاثه يشتغل نفس طريقتي مه. عشان الرياضه عندنا تنحل بوايد امور لان انا وصلت مرحله اني اذا اللاعب يوقع معي اقول له بعد اسبوعين بعد ثلاثة اسابيع لازم تجيني مبكر <applause> عشان الوضع يفرق وربعنا بالكويت بعد يجيني دائما حزه الحزه انتقالات تفتح واحد سبعه على سبيل المثال يجيني واحد سبعه انت لازم تجيني قبلها شهرين ثلاث علشان علشان ادور لك, لك النادي صح عشان و... و... لك النادي صح اشوف و... اختيارات المدربين من اللي يحتاجون في مدربين يعني يشتغلون الموسم ينتهي نص اربعه المدرب من واحد خمسه يبلش يحط حق السنه الجايه صحيح محترفين ولاعبين وينقي طيب انا الحين استمتع وياك ابو ابو جابر في هذا اللقاء الجميل وفي ايضا وكاله اللاعبين وراح اتكلم وياك بتفاصيل اكثر عن البنود اللي تضعها انت في العقود في كل الرياضات ولكن بعد هذا الفاصل. مشيدين الكرام فاصل ومن ثم لنا عوده خلكم ويانا. عوده مره اخرى مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ومره اخرى راح في الكابتن احمد الشكلان حياك الله ابو جابر الله يحييك ابو جابر يمكن انت كوكيل اللاعبين يعني عندك اسماء ما شاء الله تقول انت 300 اسم تقريبا رياضي متواجد وياك نتحدث عن كره القدم نتحدث عن اليد والطائره وكثير من الرياضات اليوم انت كوكيل اللاعبين تضع بنود للعقود مع كل الرياضات ومع كل اللاعبين شنو يختلف العقد من لاعب كره قدم الى لاعب مثلا كره طائره اليد الرياضات هذه اللي تختلف ايضا سباق السيارات و. من الرياضات نعم شنو هي الفروق ما بين آه العقود كل لاعب او كل رياضه لها سياستها بالشغل يعني على سبيل المثال الرياضه النسائيه حاليا كره السله كره الطاقه توهم السنه والسنه طافت يبلشون بالعقود ما كان في عقود نهائيا نهائي قبل نهائي تسجيل استماره عاديه فالحين قمت تحط نظام بنود عقود عقد لمدة معينة يعني من بداية الموسم لنهاية الموسم لازم راتب شهري ينزل للاعب للاعبة وللاعب و من هالكلام هذا بالنسبة للرياضة النسائية يعني ما راح أتكلم عن لعبة لعبة اللعبات الجماعية كقدم كالقدم, كالقدم كالسلة كالطائرة 90% صحيحة كلها نفس نفس الشيء بس ان القدم أقدر أن أنا أنهي يعني أقل شيء لمدة سنة قوانين كرة اليد كرة السلة لازم اللاعب يطوف 30 سنة بعدين يكون لاعب حر و و و كل لعبة لها قوانينها بس هم ان اذا كان في عقد بينه وبين اللاعب وفي تاريخ انها انتهاء العقد فهو يقدر يطلع يروح اي نادي بي هذا بالنسبة للعبات الجماعية بالنسبة للعبات الفردية على سبيل المثال اغلب اللعبات الفردية شغلها واحد شغلها رعايات لانه ما يكون عنده تبع نادي معين ما في انتقال عربي القادسيه يروح ما يطلع من السالميه ما في اللعبات هذه يعني سبيل المثال عاليات الملاكمه اللعبات القتاليه اللعبات الفرديه بجميع انواعها البريالدو وايد فيها لعبات هذا شغلهم على الرعايات لما يكون توقيع معاي انا كثر ما اقدر ان انا اوفر له رعايات اكلم الشركات ويكون لي انا نسبه كذلك للاعب نسبة الاكبر في رعاية إن شركه معينه ترعى اللاعب في بطوله عالميه، لاعب ريالدو لاعب راليات، لاعب العاب قتاليه، سباحه، ايا كان، فشركات تحتاج ان في بطل عالمي عنده بطوله اسيويه، عنده بطوله عالميه ان انه فراح يكون في اتفاق بين بين الطرفين بالنسبه للعقود. جميل، هذه من ناحيه العقود يعني من ناحيه السبونسرات، نتكلم الرعاه، وايضا من ناحيه اللعبات الفرديه واللعبات الجماعيه. اليوم انت كوكيل ايضا للاعبين هل تعتمد فقط على اللاعبين المحليين ولا هناك ايضا لاعبين على مستوى خارج الكويت انا عندي لاعبين خارج الكويت يمكن بنفس عدد لاعبين الكويت يمكن او اقل بشوي عندي يعني شو انا يعني مختار افضل لاعبين بالمنتخبات الاولمبيه عندي لاعبين منتخب العراقي عندي اربع لاعبين علي طاهر وعباس محمد وعندي اكثر من لاعب انا عندي شوي اكثر شيء اتلخبط فيه الاسامي. اي ما لومك ما شاء الله 300 اسم اي انسى اذا بتذكر لاعب وصفقه لاعب عندي سيستم كامل آه يعني في ناس تقول لي ايش دعوه قاعد يوقعون وياك 300 اسم ترى على اربع سنوات يعني انا بالسنه نقول 100 لو لو تحسبها كذي او 80 ل 90 لاعب. نعم يعني. اطلع السيستم عندي اطلع اللاعب، اي لاعب تم انجاز صفقته وانتهت صفقته او انتهى عقده معي احط له مثلا لون اخضر نهايه تم، هذا ما تمت احط له لون ثاني، هذا آه على قيد مثلا الاجراءات نعم. آه على قيد التجربه احط له لون ثاني، فمن افتح السيستم اشوف الاسماء كلها عندي، فهني اتذكر الاسماء نعم فهذا بالنسبه حق عدد اللاعبين وكثرتهم، آه ثانيا عندي اللاعبين منتخب الاردن آه ممكن السنه هذه انا يعني الفيفا اعطاني و وليسن خاص اني اكون تبع الفيفا الاتحاد الدولي قبل انا شغلي محلي واحاول اني اشتغل برا ودي ما كنت مرخص من الاتحاد الدولي الفيفا ومن هنا انا أتعلم احب اتعلم احب اجرب احب لو ما استفيد بس ان انا جربت هذه بروحها فايده فلما هالسنه اللهم لك الحمد تم توثيقي من الاتحاد الدولي الفيفا واعطوني كرنيه خاص انا الحين يعني بالكرت هذا اقدر ادش في اي نادي بالعالم ما حد يقدر يمنعني قانونيا لان انا الحين تبع الاتحاد الدولي للفيفا فراح يكون مم. في فائده وايد كبيره مم. ان انا اللاعب اي لاعب عالمي اقول اعطيه الكرت هذا راح يشوفني بنظره ثانيه. فعندي لاعب منتخب الاردن، لاعب منتخب السعودي الاولمبي، عندي لاعبين النصر السعودي، لاعب فهد فهد الجبلي لاعب مميز يلعب حاليا مع كريستيانو رونالدو، تو انتهى عقده مع النصر وفي عروض وايد ممتازه له يعني بالدوري روشن أن انه يبونه. وكذلك تتفاوض انت تتفاوض مكان مكان اللاعب طبعا صحيح. اللاعب ما له شيء الا الملعب بس غير كذي ما له شيء فقط اللي هو انا اقدم له العروض وحتى لو يتصل علي نادي على سبيل المثال عن معرفه عن اي إن كان انا عندي وكيل والله تواصلوا معه انا ما انا تبيني شيء بالملعب من عيوني هذه قبل هذه بس باقي الامور العقود الراتب النادي اللي يبيني النادي اللي ما يبيني انتهى عقدي مشكله بالعقد هذا عندي طيب كابتن احمد لو اللاعب موقع وياك عقد وك كوكيل عنه ولكن هو وقع مع مع نادي من غير ما يكون يعني ماخذ الاذن من الوكيل. هذه الطريقه وايد عجبني السؤال هذا لان صارت لي موقف م. واحد بكل يعني باربع سنوات هذه كوكيل ان لاعب وقع معي وكان يبي نادي معين. فالنادي هذا قاعد يكلم النادي ما يبونه يعني يبون لاعب ثاني من مكانه بالنهايه الاختيار بيد النادي. فجأه راح السلام عليكم انا وقعت النادي الفلاني، قلت له شلون انت موقع بدون لا تقول لي يعني؟ ما يصير يعني هذا اول شيء عدم احترام بيني وبينك، وثاني شيء انت شلون موقع بدون علمي؟ ومرات تقدر يوقع ما يقول حق النادي ان انا عندي وكيل. مم. يوقع شيء فانا قانونيا اقدر اني اوقف كرنيها ووقف اللي هو الصفقه. قانونيا تقدر تقدر قانونيا ارفع كتاب على اتحاد الكره اقول له ان اللاعب هذا وقع بدون علمي. <applause> يتم ايقافه، اللاعب لازم يراجعني ويحطون اسمي بالعقد. اجباري ما دام هو موقع معي. <applause> فاللاعب مرات في لاعبين يتذاكون <applause> وهو موضوع مو ذكاء، الموضوع هو حلو لما يكون الشغل على خط مستقيم. وشغل رسمي يضمن حقك ايضا انت حق كلاعب. حقه بكره لو يصير لك اي مشكله مع النادي، الوكيل هو من يتفاوض، وهو اللي عنده القدره في التفاوض. طبعا يعني طبعًا هو ملم بالقوانين ويعرف شلون ياخذ حقك انت كلاعب. ممكن انت كلاعب يعني تدخل مع النادي وتسجل وتوقع مع النادي ولكن ما تكون عندك القدره المستطاعه انك تتفاوض مع صحيح. النادي صحيح صارت لك مشكله بنص الموسم صارت لك ما ما خليت راتبك ايا كان النادي فجاه في انديه بنص الموسم يقول بس خلاص شكرا روح نادي ثاني شو م. تسوي انت؟ م. اذا انت كاسر فيني بالنهايه فراح تكون في سجال والشيء هذا انا عن نفسي ما احب بالنهايه ما في غيرك في وايد لاعبين صحيح بس احب الشغل يعني يكون مثل ما يقولون بالخط المستقيم جميل كابتن احمد يعني كوكيل اللاعبين انت لك ايضا فضل بعد الله سبحانه وتعالى في استمراريه اللاعبين وايضا في اظهار وابراز المواهب الواعده في الكويت اكيد الى الختام يعني هذه الحلقه يعني انا مستمتع فيها ومستمتع في تواجدك ولكن ان شاء الله راح نلتقيك باذن الله في حلقات اخرى وفي برامج اخرى ان شاء الله ان شاء الله التوفيق كوكيل اللاعبين وان شاء الله منها الاعلى الى المستوى العالميه باذن الله باذن الله عنكم ان شاء الله باذن الله شكرا لك كابتن احمد ايضا شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه موعدنا معكم سيتجدد ان شاء الله في الحلقات المقبله الى حين ذلك الوقت في امان الله